لرئاستي ولأحمد بن ماجد الخيلي. إذا الشوط القادم انطلق ولكن بصوت زميلي حمد بن محمد الزعبي، أتمنى له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. انطلاقاتنا مستمرة وأشواطنا متتالية من ضمن أشواط هذا المحلي السابع ومن ضمن مرحلته الأولى لهذه الفئة ولهذا السن، ولأشواطنا المفتوحة كذلك في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية. شوط جديد مخصص لفئة القعدان سن اللقاية، المسافة المقررة لهذا السن هي 5 كيلومترات. نفتتح إذاعتنا بمن يقود المسار ويحتل المركز الأول ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط. الشارد شرد في المقدمة في هذه اللحظات ويحمل شعار مالكه الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني علي بن راشد بن شابل في التضمير، الدور والنقلة عند المركز الثاني. اللي يحتل المركز الثاني مشاهدين الكرام المتحد لحمد بن ناصر آل فهد النعيمي، ومن يحتل المركز الثاني نقلتنا على المركز الثالث. اللي يحتل المركز الثالث مشاهدين الكرام مشهور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ناصر بن مسفر الشهواني في عملية التضمير. أما المركز الرابع فيصلنا هناك من الجانب اليمين اللي يصلنا فيه سلهود لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير، بينما ينخطف المركز الرابع من قبل راهي لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن ماجد الخيلي في التضمير. أما المركز الخامس فيتراجع فيه سلهود لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير. مشاهدين الكرام مباشرة نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شعار الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني مع الشارد اللي يقود المسار ويحتل المركز الأول، والتضمير علي بن راشد بن شابل المري في عملية التضمير. هنا في المركز الثاني اللي يحتل المركز الثاني مشهور يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ناصر بن مسفر الشهواني اللي شاهدناه في الشوط الماضي وكان له حضور مميز هذا المضمر. هنا في المركز الثالث اللي يحتل المركز الثالث راهي لهجن الرئاسة ومع أحمد بن ماجد الخيلي في التضمير. أما المركز الرابع فيصلنا في رابع المراكز المتحد لحمد بن ناصر آل فهد النعيمي. المركز الخامس أول نداء للواعي اللي يحتل المركز الخامس في ندائنا الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن فاران المري في عملية تضمير. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، نداءنا الثاني للمرة الثانية للخمسة المراكز الأولى التي يسمح لها بالإذاعة وبالنداء. ليس هذا حد هذا الشوط، إنما هنا أسماء عديدة وكذلك أسماء قوية ولكن لم يحن دخولها في عالم الإذاعة. على كل حال مشاهدين الكرام 2500 متر على النهاية، 2500 متر على الناموس، المسار يسير والمقدمة تتغير في هذه اللحظات من قبل الرئاسة وهجنها وقبل راهي، راهي اللي راهي على المقدمة وانتزع مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة بدولة الإمارات أحمد بن ماجد الخيلي في التضمير. المركز الثاني يتراجع فيه الشارد للشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني علي بن راشد بن شابل في التضمير. هنا في المركز الثالث اللي يصلنا في المركز الثالث مشهور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ناصر بن مسفر الشهواني ومن يقوده في عملية تضميره. هنا في المركز الرابع أول لدال اللي يصلنا في المركز الرابع مشاهدين الكرام هناك من الجانب اليمين اللي يصلنا هملول لعبد العزيز للشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني علي بن فراج المري في عملية التضمير. هنا في المركز الرابع اللي يحتل المركز الخامس
أول نداء اللي يصلنا في المركز الخامس، الرياضي يصلنا في المركز الخامس لصاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود، راشد بن بعيران في عملية تضمير. يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، بدأت الأسماء تقترب، وبدأت الأسماء القوية والشعارات كذلك تقترب من عالم الإذاعة، ومن ضمنها كذلك رياض لسمو لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. 1500 متر يا بن بعيران، 1500 متر يا الشهواني، 1500 متر يا بن فراج، 1500 متر يا الخيالي، يا سلام. و1500 متر يا بن فران، يا سلام يا سلام يا سلام. إذا نعود مباشرة مشاهدين الكرام، أرى هناك تحركات ولكن لم تدخل عالم الإذاعة من هجن الرئاسة وهجنها هنا، ولكن مشاهدين الكرام أوعدكم بالندية والمنافسة في هذا الشوط. نعود مباشرة إلى راهي لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللي في مقدمة هذا الشوط مع أحمد بن ماجد الخيلي في التضمير. يا سلام. كيلو متر على النهاية، كيلو متر على الناموس، يا مضمرين، يا من يريد النقطة، يا سلام يا سلام. مشاهدينا الكرام، جمهورنا الحاضر حاضر هنا بالندية وحاضر هنا بالمؤازرة لمن ينتزع ناموس هذا الشوط. على كل حال، المقدمة مع هجن الرئاسة ومع راهي مشاهدينا الكرام، ومع التضمير أحمد بن ماجد الخيلي في التضمير، ولكن هنا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع رياض وابن بعيران راشد بن بعيران البري في عملية التضمير. هنا يلاحق شعار هجن الرئاسة بدولة الإمارات، ولكن هنا في المركز الثالث اللي يصلنا فيه شاهين لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي في عملية التضمير. وهنا في المركز الرابع يبدو لي شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الباز سالم بن فران المرة، يخلونا في الإثارة. يا سلام يا سلام. هجن الرئاسة وكذلك شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ولكن مشاهدينا الكرام المنافسة حاضرة والتحدي حاضر هنا في أرضية ميدان التحدي. يا سلام يا رياض، الرياض مشاهدينا الكرام، الرياض طار يا جماعة، طار الرياض، طار طار، أقلع أقلع الرياض مشاهدينا الكرام. نزف التهنئة ونحملها على ظهر الرياض لصاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود ولراشد بن بعيران البري. المركز الثاني لهجن الرئاسة بدولة الإمارات راهي، المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة، المركز الرابع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، المركز الخامس يبدو لي مشاهدينا الكرام انه هملول لعبد العزيز للشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل اينما كنتم، كانت الندية حاضرة وكان التحدي حاضر هنا في أرضية ميدان التحدي. كانت المنافسة ما بين راهي المملوك لهجن الرئاسة بدولة الإمارات وكذلك رياض المملوك لصاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ولكن رياض هو من حسم هذا الشوط من صالحه. تهانينا لمالكه قاطع المسافة في زمن مقداره 7 دقائق 51 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود ولراشد بن بعيران المري. المركز الثاني يصل فيه راهي 7 دقائق 52 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. التهنئة نوصلها لهجن الرئاسة ومن يمتلك هذه الهجن المميزة، كما نزف التهنئة لأحمد بن ماجد الخيالي على إنجازه في هذا اليوم. المركز الثالث يصل فيه شاهين قاطع المسافة في زمن مقدار 7 دقائق 57 ثانية، 15 جزءا من الثانية. الثانية نوصلها لهجن الرئاسة.